نتكلم بقى في موضوعنا. الشعب المصري منذ بدء التاريخ تميز عن بقية الشعوب، تميز بحضارته المبنية على الأخلاق والضمير، اتميز بأنه شعب مضياف وحبوب، اتميز بأنه دمه خفيف وابن نكتة، الجدعنة والشهامة. اتميز المصري بفنه، المسرح والسينما والأدب والموسيقى، هو ده التميز. ايه بتقول ايه؟ حالة عن التمييز مش تميز؟ انا ابتديت خلاص، سيبني يا مخرج اهري من الصبح. تمييز، التميز. طيب انا هحلها. لا هما مش فاهمين، مش مش هيعرفوا يميزوا ولا يعرفوا يفرقوا. طيب انا هتوههم، ما تخافش. احنا كنا بنتكلم عن ايه؟ عن التمييز. لا يا استاذ صبحي، التميز خلاص جت على حرف يعني. والله طلعتوا بتعرفوا تميزوا. انا عاملها قصد على فكره، انا كنت بختبركم عشان اشوف قدرتكم على التمييز بين التميز والتمييز. الواحد لازم يعرف يميز، يعني يفرق بين حاجتين، ودي في حد ذاتها ميزة، نوع من الذكاء اللي بيتميز بيه واحد عن التاني. يعني التميز صفة حلوة، إنما التمييز بيكون ظلم، بتسرق بيه حق واحد لحساب التاني. يعني لما تكون مميز بميزة تبقى تتميز، إنما تتميز عن واحد وانت مش مميز بميزة مميزة، ده تمييز. لأن المميز بتميزه بيميز الميزة المتميزة على اللامتميز فيصبح تمييزاً.